مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. في منطقة أنا حاط لكم الأدرس تبعها، اللي في ساكن في أوتوا أو اللي ما اللي يجي على أوتوا يروح على الموزيوم أوف أجريكلتشر، متحف الزراعة، ومقابله بالضبط في مدخل وفي دوار غاد. في مدخل مقابله تدخلوا غاد وتوصلوا لهذا المكان، هو خلف جامعة كارلتون غاد، وهون الداوز ليك. هذا المكان أنا بعتبره جنة في أوتوا، جنة في أوتوا. الأشجار طبعا هي مزروعة بشكل مخصص من قبل متحف الزراعة أو المركز البحوث الزراعية الموجود في أوتوا. مناظر يا جماعة، صيف شتاء خريف ربيع، شيء خرافي. الجسور هاي اللي عاملينها زي ما انتم شايفين، في قدامنا غاد في جسر، هاي شايفينه، بعرف اذا شايفينه، في جسر هيك النهر، وهذه الداوز ليك. طبعا شوفوا الاشجار، الزهور هاي اللي طالعه. خلينا اورجيكم شو الزهور. طبعا هون بشهر 4، نهايه 4 بدايه 5، احنا جايين متاخرين شوي الصراحه، من زمان انا مش طالع. قلنا نيجي هون، طلعوا هاي الازهار، لوز وجوز واشياء زي هيك. فهذه هلا موسم طلع محلى هالمنظر، كنا قاعد. والريحه، الريحه يا جماعه صراحه، يعني هاي الاشجار كلها غير. طبعا هاي الاشجار لسه ما فتحت، الابيض تفتح بعد فتره، فبتصير كل فتره لون. غاد تشوفوا الالوان، الابيض شايفينه، الشجر هذا حيفتح ورد ابيض، منظر خرافي جدا. شوفوا طبعا تيجي تركض او تيجي، احاول ابتعد عن الناس عشان الماسك. طلعوا هاي الجسر اللي حكيت لكم عنه، كثير من هيك الجسور. هون تيجي يا بايكلينج او بتيجي تقزدر او تركض whatever. بس طبعا عشان القانون لازم تبعد 5 فيت عن اي احد الا اذا لابس ماسك. انا حامل الماسك معي تبعي. طيب هورجيكم هلا مناظر. تفرجوا يا جماعه، طلعوا هذا، طبعا هذا الجسر الثاني، هذا الجسر الثاني، هون الالوان. شوفوا المناظر، دولنا يا جماعه دولنا. طبعا حنروح على مكان هلا مهم جدا، تروحوا حنكمل معكم، ما تروحوا مكان، خليكم معي. مكان حلو كتير. هذا الزهر لما يفتح بصير ابيض هيك زي كبير، هون زي هيك بصير بس لونه ابيض. طلع هالمنظر الحلو يا جماعه، المنظر طبعا يا جماعه الريحه، يعني مش عارف شو اسمه هذا الشجر، زي الياسمين ريحته. شم يا الله، حلوة حلوة كتير الشجرة ما كبرها. طبعا زي ما وعدناكم نكمل معكم، وصلنا على منطقة اسمها داوز ليك. زي ما شايفين هون في وراي، هذا ما مركز للنيفي. طبعا هو صغير لأنه هون ما في عندهم بحر، بس عشان الداوز والسيكوريتي تبعته، والنهر هذا اللي بوصل ل بفصل بين هون وكينغستون، او بوصل لكينغستون. والمنظر اللي امامنا
اللي هو داوز ليك، منطقة جميلة جدا جدا جدا. حنروح لغاد يا جماعة، حورجيكم شغلة حلوة هلأ. استنوا، هاي بنزينة، هاي بنزين عشان تعبي للقوارب، يجوا بعبوا هون. طلعوا هاي تبعت البنزين. طبعا الآن وصلنا لمكان أكثر من رائع، يجي أكثر من مليونين سائح في السنة. هذا شظب فيستيفال بوتيك للتوليب على داوز ليك وأماكن ثانية. طيب أحكي لكم قصة، هذا اسم المكان اللي احنا فيه. طلع طلع ما أجمل تولب، طلع روعة يا جماعة. كل زهرة لها لون وتشكيل. طبعا هذا شايفين كله، هذا كله حنحكي لكم عنه هلا. طبعا يا جماعة، مهرجان التوليب الكندي هو حدث سنوي بيقام كل سنة في أيار مايو شهر 5 في مدينة أوتوا الكندية، ويقال أنه هذا أكبر مهرجان توليب في العالم، حيث يعرض أكثر من مليون زهرة توليب، والإجمالي تم زرع أكثر من 3 مليون زهرة، وبحضروا أكثر من مليون زائر سنويا. طبعا السنة عشان الكوفيد ما حيكون هذه الأرقام، عادة هون بيكون المكان هذا مليء. بتم زراعة أعداد كبيرة من التوليب في أنحاء المدينة وبعروض مختلفة، ويوجد أكثر من منتزه طبعا في أوتوا بعرض مثل هذه الزهور. التوليب هذه الشجرة، هذه الوردة الرائعة المشهورة فيها دولة هولندا. هلا حكي لكم ليش. طبعا شو القصة لهذا المهرجان؟ خليني أورجيكم الصور وأنا أحكي معكم. هذا المهرجان يعود لسنة 1945، الناس تتصور. أرسلت ملكة هولندا 100,000 زهرة توليب إلى أوتوا تعبيرا عن امتنانها للكنديين اللي قاووا بنتها الأميرة يوليانا. وبنت يوليانا هحكي لكم قصتها هلأ، لمدة 3 سنوات خلال الاحتلال النازي لهولندا في الحرب العالمية. كندا ساعدت هولندا في تحرير هولندا في كبرى المعارك اللي صارت في الحرب العالمية الثانية. طبعا قصة الملكة الأميرة يوليانا وبنتها قصة غريبة حصلت هون في أوتوا، حيث الأميرة مارغريت بنت يوليانا كانت أميرة أيام، بعدين صارت ملكة هولندا. سنة 1943 كانت حامل، فبدها تنجب، عشان تنجب لازم تروح على مستشفى، لكن المشكلة أنها في كندا، والقانون الكندي بيعطي البنت التي أو أي شخص يولد في كندا الجنسية، ولكن الملك تبع هولندا أو الملكة لا يسمح لهم أنهم يأخذوا جنسية أخرى. فبالتالي كندا قررت، البرلمان الكندي قرر أنه يعطي المستشفى هذا لمدة عدة أيام لهولندا كأرض هولندية عشان تولد عليها الأميرة، وبالتالي الأميرة بتضل معها جنسيتها الهولندية فقط وليس الكندية، وبعدين بيستردوا هاي الأرض. وكانت هاي يعني أول مرة بتصير في التاريخ. وطبعا ولدت مارغريت في مستشفى أوتوا العام، صارت ملكة بعدين هي، وأعلنت الحكومة طبعا مؤقتا أنه هاي الأرض أرض هولندية. وبالتالي تعبيرا عن هذا الموضوع أرسلت والدتها اللي كانت ملكة في 46 20,000 بصيلة، هذا لأنه بصل، هو زي بصل، بصيلة للتوليب وزرعت في مدينة أوتوا. وبعدين أرسلت يوليانا اللي هي ولدت في مستشفى أوتوا 10,000 لزراعتها أمام مستشفى أوتوا العام. طبعاً هذا الزهر التوليب له أنواع. هذا الفاير وينز شكلها هاي، أنها بتشبهها. هاي بانجا لوكا اسمها، ما أعرف شو هي. واشنطن فلاي أواي شكلها هاي، فلاي أواي ما أعرف. فابيو هاي الصفرة. وورد فيفوريت
actually world favorites. صفراء الحمراء شو بعرفني. والله انا مش خبير زهور بس شكلهم جد رائع. طلع طلع يا جماعه المنظر سبحان الله. واحد كان يسمعنا طلع هاي الاسماء، هاي بريتي برنسس، هاي برنسس كرين، هاي دون وايت، هاي وورد فيفوريت، وورد فريندشيب، سوري وورد فريندشيب، هيمسفير، هاي ناشونال فيلفت، وهاي كندا 150. هاي سووها عشان كندا، شكلها زي تبعت كندا. بتقدر تشتريهم من هذا المكان اللي هو تبع التوليب فيستيفال تبع كندا الرسمي. طيب فعلاقة كندا وهولندا علاقة أكثر من رائعة، لأنه اللي صار في الحرب العالمية الثانية وكيف ساعدت كندا هولندا، ما نسيته هولندا، فعملوا هذا المجسم اللي هو وراي، اللي هو مجسم كبير عبارة عن طاقيتين، واحدة هولندية وواحدة كندية، تعبيرا عن ما أعطته كندا لهولندا. هون كاتبين عنه إذا حابين The Man with Two Hats اسمها. طبعا في ناس بتسأل هل فعلا هذا أكبر فيستيفال للتوليب في العالم؟ الجواب هذا موجود على الموقع الرسمي للحكومة الكندية. وطبعا انتوا كلكم عارفين انه هولندا اكبر زارع للتوليب في العالم، يعني هم بيزرعوا توليب اكثر كميات في العالم، ولكن اكبر مهرجان موجود فيه التوليب هو هذا المهرجان اللي موجود في مدينة أوتوا. زي ما حكينا انه كميات كبيرة من التوليب وصلت لاكثر من 3 مليون وردة، 1 مليون تقريبا وردة يزرع بيكونوا سنويا موجودين، طبعا موزعين على كل العاصمة، ولكن أكثر مكان اللي هو داوز ليك. هذا المكان شهر 5 عادة around the mother's day، فانتبهوا، وبنتهي بالفيكتوريا داي، فانتبهوا ما تضيعوا على حالكم، لأنه الجو والطقس، هذه الزهرة بس لأيام، يعني هي يمكن 20 يوم بتورد وبعدين خلاص. هون هذا نوع تاني من الورد. في السنوات طبعا هاي عقبت تبرع الملكة يوليانا التي أصبحت أوتوا شهيرة بالتوليب منذ عام 53، وطبعا عادت الملكة يوليانا للاحتفال بالمهرجان عام 1967 إلى مدينة أوتوا، والملكة الأميرة مارغريت اللي ولدت في أوتوا في 2002 عادت لكندا للاحتفال بالذكرى السنوية 50 للمهرجان. عام 2007 بعيد تنظيم المهرجان تحت إدارة جديدة، والآن بيحتفل بسنويته 70. كندا في كل سنة، في كل سنة هولندا قصدي، بترسل لكندا 20,000 بصلة توليب، 20,000، 10,000 منهم بيجوا من العائلة الحاكمة، و10,000 منهم من التوليب فيستيفال جاردن وريفر شو بسموهم. فهذه قصة التوليب فيستيفال. هذا المكان يعني أنا عملت عنه فيديو، بس في فترة الكوفيد عم بعمل واحد تاني عشان تعرفوا إنه لازم في شوية رولز، تبعد حوالي مترين عن اللي بتقدر، وطبعا مش كل الناس ملتزمة للأسف الشديد، ولكن الماسك، التباعد قدر المستطاع، وغير هيك سلامتكم. خليكم مع هالمنظر الحلو، شوفوا شوفوا شوفوا. It's a good one. She totally got taken. Is she okay?
Yeah, she won. Whoa! So brave. She got hit. Oh, look at the view. إذا شفتوا اللايك لايكوا، وإذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا سبسكرايب سبسكرابوا، وإذا شفتوا الجرس اقرعوا. وسلام للجميع، ونراكم في حلقات قادمة.